بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده ان شاء الله على المحاضره الثانيه للسلامه، وهنبدا ندي حاجات جنرال عشان الجزء المتبقي من معايير السلامه محتاج ان احنا لازم نفهم الجزء دوت بشكل كبير. فهندي شويه فكره مبسطه عن السلامه والاليه اللي بتتم والاقسام اللي داخل قسم السلامه في الجامعات الصحيه. اول حاجه، في حاجه اسمها تريننج اللي هو التدريب داخل المنشآت الصحية. التدريب دوت بيبقى تدريب على شكل أفراد، بتدرب أفراد على السلامة، يعني بتاخد ممرضة تدربها، بتاخد الواحد من الفريق بتاع السلامة، أو إنك بتاخد التيم كله من أول أطباء وتمريض وإستاف تدربهم، أو بتاخد المنشأة ككاملة تعمل إيه زي حاجة اسمها خطة إخلال. بأول حاجة بتدرب الافراد على مبادئ السلامه الاساسيه اللي احنا هنتكلم عنها اليوم. بعد وده تدريب من نوع من انواع التدريب اللي هو انديفيدوال، وبعد كده التيم اللي هو تقعد تعرفهم يعني ايه هي السلامه ومبادئ الاساسيه للسلامه ونعمل اختبارات للسلامه. وبعد كده نعمل حاجه اسمها الهوسبيتال تريننج او الفاسيليتي تريننج، ندرب الناس مع الظروف الخاصه بكل مستشفى بحيث ان هو ازاي يقدر يحمي من نفسه من الاخطار اللي خاصه بالحريق، بالكيميكال، المواد الكيميائيه الخاصه بالمشاكل اللي ممكن تعرض ليها داخل المنشأة سلامه. وحاجه اسمها امن، وحاجه اسمه بايو انجينيرنج، وفي حاجه اسمها بايو انجينيرنج اللي هي الصيانه الطبيه، وفي حاجه اسمها انجينيرنج اللي هي الصيانه الغير طبيه. يبقى دي اقسام السلامه اللي داخل المنشأة: السيفتي، السلامة، والأمن، والصيانة الطبية، الصيانة الطبية البيوميديك، والصيانة غير الطبية. واضح كده؟ دي الأقسام اللي أكبر. طيب المين سبع بلان في عندك؟ لازم يكون عندك سبع خطط موجودين. لو أنت تدخل على الملفات اللي أنا أرسلتها لأستاذ سليمان، هتدخل في أول معيار هتلاقي سبع خطط عندك. السبع خطط دولت لازم يكونوا موجودين في المنشأة. أنا عايزك تقراهم بتفاصيل، اللي هي الفاسيليتي سيفتي، السيفتي الخاص بالمنشأة، والأمن، والفاير سيفتي اللي هو السلامة من الحريق، وخطة السلامة، خطة الطوارئ، وخطة المواد الخطرة وهنتكلم عليهم بتفاصيل، والميديكال إكويبمنت اللي هي خطة المعدات الطبية، واللي هي خطة الاستخدام المرفق أو كيفية استخدام المرفق بطريقة سليمة. دول السبع خطط لازم يكونوا موجودين عندك وهم مكتوبين وجاهزين، بس محتاج إن أنت تقراهم بس وتحط لي الخطة اللي هي ديزاستر أو كوارث اللي هي الداخلية والخارجية، ونحط لها كارت. الكارت ده زي إيه؟ شفت الكود بلو يا دكتور محمد؟ نفس الكود بلو، إحنا بنكتب الكود ريد ونحط أسماء الناس اللي هتشتغل في الكود ريد، وهنقعدها مع بعض ان شاء الله الفتره اللي جايه. واضح كده؟ يبقى دول مظبوط. وبعد ما تعمل تقول لك ان احنا حطينا الحاويه في مكانها المظبوط، وتمشي على نقطه نقطه من دولت لغايه ما تكملها. يبقى انت بتشيك، شوف ده اول حاجه هي الايه على السلامه، انت بتشيك على خطه السلام السلامه. عليكم. الخطه السلامه ورحمه الله وبركاته. في اي شيء؟ بعد كده بتمشي على نقطة نقطة من دولت وتشوف هي موجودة ولا لا. ده طبعا من خطة السلام. بعد خطة السلامة هتخش عليها خطة مكافحة العدوى، وبعد كده النقطة اللي بعديها اللي هي خطة الصحة البيئية، وهكذا 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 لغاية ما تغطي جميع النقاط اللي موجودة داخل المدمج. تمام؟ دي أول حاجة من الشيك ليست. بعد كده الشيك ليست الثانيه، الفحص الثاني، انت بتراقب على السبع خطط اللي عندك. جولات السلامه في المبنى اهي، جولات السلامه للمبنى الكشف عن المجمع، اداره السلامه، في اداره للسلامه لدى المجمع سياسات واجراءات مكتوبه، نعم ولا لا، تقوم اداره المجمع بتوفير ميزانيه للحصول على كذا كذا. ايوه، تمشي على نقطه نقطه من دول تكتب ينطبق ولا لا ينطبق، تمشي على دي نقطة نقطة وتكتب ان هي ينطبق ولا لا ينطبق، وفي حالة ان هو عدم التطابق بتطلب ازاي التوصية بتاعتك ومين هيبقى مسؤول عنها والموعد للجلسة، وهكذا نقطة نقطة من دولة لغاية ما تحققهم بشكل كامل.
واضح كده؟ واضح تمام دكتور. طيب نرجع للبرزنتيشن بتاعنا. طيب اول حاجه من خطط السلامه ازاي تكافح الحريق، اللي هي الفاير سيفتي ليشن، ازاي انت توقف الحريق، الحريق دوت عشان ما تخلوش يحصل، ولو حصل انت تتعامل معاه ازاي. في مجموعه من الاشياء انت لازم تعملها، اتكلمنا عنها يمكن في حلقات السلامه اللي فاتت اللي هي السلامه العامه وكده يعني. اول حاجه انت ازاي توقف، انك لازم تعمل حاجه اسمها ثقافه منع التدخين. يعني انت لازم تنشر حاجه ممنوع التدخين داخل المكان. ليه؟ لان لقوا ان التدخين من اكثر الاشياء اللي بتسوي حريق داخل المنشآت الصحيه، فلوها مين؟ التدخين. طيب ايه اللي انت تقدر تعمله عشان تزود ثقافه التدخين؟ اول حاجه ان انا لازم يكون عندي ثقافه لمنع التدخين. ايه هي ثقافه منع التدخين؟ ارجع اول عندي سياسه هي اسمها سياسه منع التدخين. دي سياسه ايه اللي مقصود فيها؟ طبعا هي بترجع للامر السامي اللي هو نزل سنه 1440، 11 محرم 1440، اللي هو منع التدخين في المنشات العامه، وتوقيع عقوبه على المدخن في هذه المنشات في حاله ايه ضبطه بانه بيدخن داخل المكان. طيب دي اول حاجه، انك لازم تنشر السياسه دي بين الطاقم ممنوع التدخين. ثاني شيء هتحط اللوح اللي هي لافتات بتاع ممنوع التدخين في كل حته داخل المجمع، وخاصه في اماكن الانتظار وعلى بدايه الابواب اللي دخولها المراجعين. ايه تاني؟ هتحط كمان اللوحه اللي هي بتاع وزاره الصحه، اللي هي سوف يتم توقيع غرامه قدرها 200 جنيه في حاله ضبط اي واحد يقوم بالتدخين داخل ايه المنشات الصحيه. ولازم يكون عندك هذه الضبطيه، اي واحد بيدخن بتحذره ان انت في حاله تدخين هتسبب مشكله في المكان، وانت بتعرض المكان للخطر بالحريق وتاذي الناس بالتدخين السلبي وهكذا. واضح كده؟ يبقى انا اول حاجه في سياسه موجوده هتشوفها بينه وبين زمايل، سياسه منع التدخين. السياسه دي فيها حاجه مهمه جدا، ان انت ممكن تعمل عقوبه على اي حد بيدخن بالمنشآت الصحية. واضح الكلام ده؟ طبعا دي اول نقطه، انك بتحاول تزود حاجه، تعمل حاجه اسمها ايه؟ نشر ثقافه التدخين. طيب بأول حاجه انك بتعمل رقايه. دكتور، اتفضل. في أماكن محددة يحط فيها لوحات ولا؟ الاماكن اللي هي دايما يرتدها المراجع، يعني مثلا اماكن الانتظار، الابواب، اللي المداخل، الغرامه دي لازم تكون على المدخل، يعني توقيع غرامه على المدخن بكذا كذا، هي في لفته معينه. وطبعا دي لازم تبقى موجوده في اماكن الانتظار، في الثياب، على السور الخارجي للكلام. السور الخارجي لو هو المدخل، الباركينج حتى ممنوع يدخن في الباركينج، حتى المقيمين يمشون في الباركينج بدور على عقاب السجاير. يعني انا في مستشفى من المستشفيات لو تسمع عنها، مستشفى عريرة، مستشفى معتمد، كنا بنجهزها لما السلطان بعريرة، واول مره في اول زياره لقى سيجاره فوق السطح بتاع المستشفى، وراح نزل المستشفى عليها، يعني سقط المستشفى على هذه عقب السيجاره. كان فيه فني قاعد شغال بالمكيف وكان بيدخن فوق وساب عقب السيجاره، فشافه المقيم فراح على طول قال له لا انت مش ملتزم بسياسه منع التدخين داخل المكان، وانت كده بتعرض المكان للخطر. فقال له لا لازم تطبق هذه السياسه، لازم تحط فيها، لان العاملين لازم يكونوا عارفين ان ممنوع التدخين في اي مكان داخل المنشاه. المنشاه الصحيه ممنوع التدخين بتاتا، وليس في حاجه تعمل فيها غرفه ولا اي شيء اللي يدخن، حتى نقول له اطلع بره سور المستشفى، يعني لازم يطلع بره السور، ما يبقاش جوه السور داخل الباركينج، لازم يطلع بره السور، لان داخل السور فهو برضه بيعرف في سيارات وفي مراجعين، ممكن يسبب ايه حريق في اي مكان. واضح النقطه دي؟ تمام تمام. يبقى اول نقطه انا بكافح التدخين، بعمل وقايه منه، ان انا انشر حاجه اسمها ثقافه ايه منع التدخين. ايه تاني؟ ان انا لازم يكون المواد اللي انا بستخدمها في البناء، دي حاجه تانيه اهو، ان انا بنشر ثقافه ايه ان انا ما اخليش الحريق ينتشر داخل المكان. المواد اللي انا بستخدمها داخل
البناء وداخل التشييد وداخل التجهيز داخل المكان، ان هي تكون مقاومه للايه؟ للحريق. زي ايه؟ زي الجبسون بورد اللي بستخدمه يكون مقاوم للحريق، زي الابواب تكون مقاومه للحريق، زي الستائر.